جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سجود التلاوة هل نسجد إذا كانت الصلاة فرضا ونفلا أم إذا كانت فرضا فقط؟ جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة مستحب في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، يستحب إذا مر على آية سجدة أن يسجد سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وكذلك إذا كان يقرأ القرآن في غير الصلاة إذا مر بآية سجدة فإنه يستحب له أن يسجد. فالذي يشرع عنده السجود هو مروره بآية السجدة سواء في صلاة أو خارج الصلاة، سواء صلاة فريضة أو نافلة. نعم.